طب نجرب تطلع لفوق تطلع لفوق ايه اللي بيخلي التفاحه تطلع لفوق مع انه بخبط طبيعي تنزل لتحت فيزياء انا عارف احنا درس فيزياء ايه اللي بيخلي التفاحه دلوقتي بعد ما فهمنا القصور الذاتي جيت قلت لك لما انا جيت خبطت هنا على العصايه العصايه بتنزل ولكن التفاحه ثابته في مكانها اهو 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 العصايه بتنزل ولكن التفاحه ثابته في مكانها لان التفاحه لها حاجه اسمها قصور ايه بما ان التفاحه لها قصور ذاتي اذا التفاحه ثابته في مكانها لكن العصايه وانا برفع ايدي رفعه بسيطه كده ببين لك ان التفاحه هي اللي بتطلع ولكن بواجه عام ايه اللي بيطلع او ايه اللي بيتحرك عندي العصايه ولكن التفاحه بتطلع ولا ثابته ثابته اذا ده التفسير بتاع التفاحه والعصايه تمام كده.